حصلنا على بعض المقاطع المرئية التي تظهر هنالك بعض أسرى، وما زالت الاشتباكات حتى هذه اللحظة من خلال أن من الطرفين على الحدود، طرفي الحدود سواء كانت السورية أو العراقية، سيتم تسريب هؤلاء. هنالك أيضا معلومات أخرى تشير إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء النازلين في هذا السجن هم من الجنسية العراقية، ويعني هنالك خشية لدى هؤلاء المدنيين بأنهم ربما قد ينتقلوا إلى الساحة العراقية. الأنباء تشير إلى أن داعش الآن يحتجز عددا من الرهائن، هل لديكم أي معلومات حول عدد الرهائن، وهل إلى أي مدى ربما وجود الرهائن في قبضة داعش سيؤخر عملية حسم الموقف بالنسبة لقوات قسد؟ نعم، حصلنا على بعض المقاطع المرئية التي تظهر هنالك بعض أسرى، ولربما قد لا تكون صحيحة، ربما يكون هنالك بعض المدنيين لأنه لا تظهر عليهم ملامح أنهم مقاتلون. الغالبية العظمى منهم قد كانوا لابسون الزي المدني، لذلك لا يمكن التكهن بماهية تلك العناصر، ولا يوجد أيضا بيان بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية أو حتى الولايات المتحدة حول ماهية تلك العملية. لذلك ننتظر الأنباء من طرف القوات سوريا الديمقراطية أو حتى من الأطراف الأخرى لتؤكد ماهية تلك المقاطع المرئية التي تم بثها عبر وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا بشكل عام. لكن أعتقد أنها هي يعني الطرفي يسعون من خلال تلك العمليات يعني رفع مستوى الحرب الإعلامية ما بين الأطراف، هو لغاية توظيف تلك الجهود من أجل تحقيق أكبر مكاسب على الساحة، سواء كان من خلال سجن غويران أو الانتقال منه إلى نقطة أخرى. لكن عملية تركه بهذه الطريقة من خلال يعني لابد أن يكون هناك توظيف لجهود قوات الولايات المتحدة أو حتى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، فيما لو كان موجود في هذه المنطقة أو كان يعني استثمر تلك الجهود أو القدرات المتواجدة، أعتقد بأن المسار سيختلف كليا وسيتم احتواء الموقف بشكل كامل. لكن عملية التعطيل أو التأخير في معالجة تلك المسألة سيؤدي إلى كوارث ربما لن تكون في الداخل السوري وتنتقل قريبا إلى العراق في حال عدم التجاوب معها، من خلال أن من الطرفين على الحدود، طرفي الحدود سواء كانت السورية أو العراقية، سيتم تسريب هؤلاء، ومن ثم سيكون هنالك أيضا ذريعة جديدة بالنسبة للقوى الأخرى بأن وجود هذا التنظيم قد تنامى ولا بد من محاربته. وتظهر هنالك أيضا مؤشرات جديدة ربما قد تحمل في طياتها يعني ملف محاربة الإرهاب، لكن في حقيقة الأمر هو سيكون اجتياح لبعض البلدات تحت بند أن هنالك مدنيين، أن هنالك مطلوبين، ولكن في حقيقة الأمر المتضرر الوحيد من تلك العملية الأمنية بشكل عام هم المدنيين المتواجدين في محيط السجن أو حتى في محافظة الحسكة بشكل عام أو المناطق التي تحيط بالمنطقة الأمنية المغلقة التي قد تم إغلاقها. لكن